بين التجربة الناجحة وبين المحاولة اللي مش مبنية على أساس علم. هو إيه اللي بيسبب القلق للعيان؟ اللي أثر في النزول في الوزن هو البيهيفير. هو فت إنه يعمل عملية أو ما يعملش عملية، وبيعملوا العمليات وبيعيشوا حياتهم من سن الستين. الالتزام بتعليمات العملية على مدار 12 شهر الأولانيين. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. ضيف العزيز الأستاذ دكتور وليد إبراهيم، أهلا بك دكتور وليد. أهلا دكتور، وحشني جدا جدا. وين؟ النهاردة عنواننا حقائق حول جراحات السمنة المفرطة. حقائق، هو سؤال كلاسيكي في الأول، هل ترى أنه لسه في حقائق لم تعلن حتى الآن في جراحات السمنة المفرطة على المشاهد العربي؟ هو من الواضح أن في الفترة الأخيرة بقى في لغط كتير. يعني أول ما بدأت جراحات السمنة وبدأت تنتشر في مصر كان الكلام عليها قليل، وكان الكلام الأكثر على الأعراض الجانبية لأنها كانت مؤثرة بشكل كبير، وكان في قلة خبرة من بعض الجراحين وهي بتشتغل جراحات السمنة، فكان في أعراض جانبية موجودة، وبالتالي كان هو ده اللي ملفت للنظر. وبعد كده لما كتر أعداد الناس اللي عملت عمليات سواء كان تكميم أو تحويل، وبدأت الحاجات الإيجابية تظهر في صورة شكلية اللي هي صورة نزول الوزن وتغيير المنظر، والناحية الطبية أن الضغط بيختفي والسكر بيختفي وأمراض الفقرات بتنتهي، وكل الأعراض الجانبية النتيجة لزيادة الوزن بدأت كلها تختفي تماما، فبدأت الإيجابيات تظهر. مع ظهور الإيجابيات الكتيرة فبدأت تزيد حالة من الارتباك، وزي ما نقول إشاعات في العمليات، وبدأ يبقى فيه حاجات زي البروباجندا أو القنابل اللي بدأت تتقال في الماركتينج عشان يبقى فيها نوع من أنواع الجذب، وبالتالي بقى فيه لغط كتير. إنما هي فيها حقائق لازم توضح للناس، طبعا في حقائق لازم توضح للناس، وإحنا اللي هنحاول نوضحه بحسب معرفتنا وحسب خبرتنا في الفترة اللي إحنا اشتغلنا فيها من واقع العيانين نفسه. طب أنا عايز أقول السؤال برضو، هبدأ بيه كده، هل الناس فاهمة دلوقتي أن كل وزن، كل وضعية جسمية ليها عملية؟ إلى حد ما لا. يعني في ناس بيبقى لسه وزنها 130 كيلو و150 وبيتكلم في شفط دهون. في ناس بيبقى أوزانها عالية وبتتكلم في تركيب بالونة. فإلى حد ما برضو مش واصل للناس جراحات السمنة اللي هي اختصاصها يعني لو سميناها هي جراحات المعدة والأمعاء، اللي هي جراحات المناظير، اللي هي دكاترة جراحة الجهاز الهضمي، اللي هي التكميم أو التحويل. دي بتبقى موجودة في الأوزان العالية. إنما عمليات شفط الدهون هي لازم الناس تبقى عارفة ان هي للدهون الموضعية، واللي المتخصصين فيها هم دكاترة التجميل، وهي مش عملية لنقص الوزن. ففي عمليات لنقص الوزن اللي هي التكميم او التحويل، اللي هي عمليات اللي بنشتغل فيها على المعدة، وفي عمليات للتنحيف والتجميل اللي هي للدهون الموضعية اللي هي شفط الدهون، ودي ملهاش علاقة بالوزن. هل ترى انه اختيار العملية الخاطئة قد يكون سبب في فشل القصة، فشل العملية؟ ما هو العملية تفشل لما ما نعرفش الهدف منها ايه. هو لما يكون الوزن فوق 100 كيلو او فوق 90 كيلو ومشكلة المريض هي زيادة الوزن، فساعتها يبقى من الفشل في البداية ان اقول له ان انا هعمل لك شفط دهون، او ان المريض يطلب ان احنا يعمل شفط دهون ويعتقد ان دي هتقلل له وزنه. فده من الاول هي فاشله. اما بقى الاختيار ما بين التكميم والتحويل، وهل ممكن يحصل فشل في العمليه نتيجه لانه خد تكميم او ما خدش تحويل، من الواقع اللي احنا شفناه مع العيانين لا. يعني كان منتشر كتير
وده موجود على مستوى يعني اجواء كتير قوي بتتكلم على العمليات تكميم او تحويل، نختار مين فيهم اللي هو على اساس محب السكريات وان الناس بتحب سكر وان الناس مدمنه السكريات لازم تعمل تحويل مسار. المتعارف عليه دلوقتي من واقع التجارب ان عمليه تحويل المسار ما هي الا لتقليل برضو كميه الاكل. يعني تحويل المسار عمليه ريستريكتيف، يعني تتحط في تصنيف تكميم المعده. الزياده عليها فيها جزء تكميم معده، وبالتالي في عمليات تحويل المسار لو المعده اللي باقيه معده كبيره، الجزء اللي هو الجيب الجديد اللي فوق ده المقفول كبير، ممكن يؤدي ان العيان ما يخسش الوزن المطلوب. فلازم يبقى المعده دي صغيره جدا، ويبقى الكميه الاكل اللي بتتاكل فيها صغيره، لان هي بالاساس لتقليل كميه الاكل. الجزء اللي بعد كده اللي هو توصيل الامعاء بالمعده ده ليه تاثير ميتابوليك، اللي هو تاثير الاي دي، اللي هو تاثيره على السكر وتاثيره على الكوليسترول وارتفاع الضغط. ده بقى بيبدا يحصل نتيجه للتوصيل، بيبقى تاثيره اقوى من التكميم نفسه. توصيل المعده بالامعاء بيخلي الامعاء بتفرز انواع معينه من الهرمونات، لان الامعاء مش متعوده انها تستقبل الاكل بالطريقه المباشره دي، خاصه بعد 2 متر. فبتبدا الامعاء تستجيب لنزول الاكل المفاجئ ليها، انها بتبدا تفرز هرمونات. هرمونات منها تؤدي للشبع، في هرمونات تؤدي لزياده نشاط البنكرياس فبيبدا الانسولين يحصل له نشاط اكتر، هرمونات تؤدي لتنشيط الجهاز التناسلي عند السيدات، وبالتالي لو حتى في تكيسات على المبايض فبتبدا الهرمونات دي تعالج وتختفي تكيسات المبايض. فده الجزء الاساسي في التوصيله بتاع تحويل المسار، ان هي بتعيد تظبيط هرمونات الجسم. هل لو قلت لك انه يعتقد الكثيرون ان تكميم المعده لا تصلح لمريض السكر، ده اعتقاد يبقى صح ولا اعتقاد خاطئ؟ هو مريض السكر انواع. اما يبقى في مريض سكر من النوع الاول، ونفترض هنحطه على ارض الواقع وليكن عيان 30 سنه عنده سكر وبياخد اقراص، هل تحويل المسار في المرضى اللي عندهم سكر في سن صغير هتجيب ان هي تشفيه بنسبه 100%؟ من واقع الامر لا، خاصه لو المريض ده بياخد انسولين. فالسؤال البديهي 30 سنه وعندك سكر، طب هو في زياده في الوزن عاليه وليكن مثلا 130 140 كيلو؟ يبقى انا عندي مشكلتين، انا عندي مشكله سكر ومشكله وزن. طيب تحويل المسار تعمل ايه في السكر للناس اللي عندها 30 سنه؟ هل هتشفيه بنسبه 100%؟ لا، مش هتشفيه بنسبه 100% لانه غالبا من سكر من النوع الاول. يبقى البريفليج او الميزه لتحويل المسار بتتراجع. طيب انا عندي مشكله الاساسيه الثانيه وزن، طب ما انا عندي في عمليه ثانيه تكفيني ان انا اخد فيتامينز طول العمر، الا وهي تكميم المعده. وبالتالي عيان 30 سنه وعنده سكر وبياخد انسولين، لو انا هعمل له عمليه هعمل له تكميم معده، انزله من وزنه وهيتحسن السكر وهيبدا يتحول على اقراص، لان انا عايز اقلل وزنه. مشكله العيان الاساسيه هي زياده الوزن، هو معتقد ان مشكلته السكر وعنده 30 سنه، فلازم اكون واضح مع العيان ان انا لو عملت لك تحويل مسار انا ما اضمنش خالص ان السكر يختفي بنسبه 100%. وبالتالي مريض عنده سكر ممكن نعمله تكميم معده وهيبقى هيتحسن جدا وهيحل المشكله الاساسيه اللي عنده اللي هي زياده الوزن. انا عايز اسمع سؤال من الجمهور عن السكر، الناس بتسال عن السكر كتير، يمكن كما تسال عن السمنه، يعني السكر والسمنه اصبحوا الاثنين هم عملياتكم مرتبطين. تعال نشوف الناس بتسال ازاي. احنا مجا لسه تاثير السكر لعمليات البالون او تحويل المسار اللي هو اوقات بيسموه تكميم المعده او تحويل مسار المعده، هل ده بيفيد برضه عمليه السكر او تقليل السكر في الجسم؟
هو جمال سؤال الجمهور انه سؤال ملخبط. هو دخل عمليتين في بعض، تكميم في التحويل، في التحويل في السكر، وقال لك ايه ازاي بيفيد؟ اه بيفيد، بس مين اللي بيفيد اكتر؟ يعني هو طبعا المساله عنده، بس كويس ان هو يعني يتقدم في الثقافه انه عارف ان في عمليات للتعامل مع السكر والسمنه. اه طبعا. هي الوزن بصفه عامه هو سبب من اسباب، يعني زاد الوزن هو سبب من اسباب السكر. كويس. فنزول الوزن بالطبيعي انه هيبدا يعالج السكر. طب احنا عندنا نوعين من السكر، في سكر من النوع الاول وده بيبقى في سن صغير، وده بيبقى ناتج عن البنكرياس نفسه ما عندوش القدره على افراز الانسولين. وفي منه من النوع الاول ده انواع عنيفه جدا، ان البنكرياس بيبقى تقريبا زيرو، مفيش انسولين بيفرز في الجسم تماما، فالانسان بيبقى معتمد على الانسولين الخارجي، وده طبعا بيبقى داخل بيخش في مشاكل كبيره قوي وحاجات نتيجه لزياده السكر ويخش في كوما. وفي نوع تاني من السكر اللي هو سكر من النوع التاني، اللي هو الانسولين اللي بيبقى طالع من البنكرياس يبقى ابنورمال او مش زي الطبيعي، بس ما بيبقاش كله، يعني بيبقى فيه اجزاء من الانسولين سليمه وفي اجزاء تانيه مش سليمه. وبيبقى الانسولين لما بيجي يشتغل، هي وظيفه الانسولين ان هو ياخد جزيئات السكر اللي موجوده في الدم ويبدا يشيلها على كتفه ويروح داخل على الخليه ويبدا يخبط على باب الخليه، الخليه تفتح عن طريق مفتاح، كاننا بنحط مفتاح في كالون الباب. هو الانسولين بالظبط عامل زي المفتاح والخليه ليها كالون. فالانسولين شايل الجلوكوز على كتفه ويروح داخل جوه الخليه ويرمي الجلوكوز جوه الخليه عشان يبقى فيه طاقه. لو في مشكله في جزيء الانسولين اللي هو المفتاح، او في مشكله في الفتحه بتاعه الكالون، النتيجه ان السكر هيفضل موجود في الدم وما يخشش. هو ده النوع الثاني، ان بيبقى فيه مقاومه موجوده على الانسجه. العمليات يبدأ السكر يحصل بمشاكل اللي عاملين نشاط، متخزن بقى في الدم مش عارف يخش الخليه جوه. ده السكر من النوع الثاني. العمليات بقى تفيد بصوره ايه؟ العمليات لما تيجي تفيد، ولما احنا بنبدا نتناقش على مع العيان على عمليه تحويل المسار وتاثيرها على السكر، لان مش كل درجات السكر واحده، ومش كل الناس جالها سكر في وقت واحد. هيبقى في مريض جه سكر من 15 سنه، وفي مريض جاله سكر من 10 سنين، وفي مريض جاله سكر من 5 سنين، وفي مريض جاله سكر من 15 سنه وبدا اقراص وبعد كده انسولين، واللي لسه بادئ من 5 سنين ده لسه ماشي على اقراص. فالديوريشن او التاريخ الوقت بتاع المرض السكري حصل من كام سنه، ده مهم قوي. الحاجه الثانيه الوزن بتاع العيان، وزنه كبير او وزنه صغير، وبالتالي المريض بيبقى ما جاي يسال على نتيجه، هو انا هعمل تحويل مسار، السؤال البديهي هو انا هخف؟ هي التوقعات بتبقى تدريجيه عشان يبقى الكلام واقعي على ارض الواقع بتاع عمليه تحويل المسار، الا وهو ان احنا على الاقل بننزل درجه. يعني لو حضرتك عندك سكر وبتاخد اقراص والسكر مظبوط، يبقى ان شاء الله لو عملنا تحويل مسار هتبقى نسبه الشفاء 100%. لو حضرتك عندك سكر بس السكر مظبوط على انسولين، ومهم قوي يبقى موضوع السكر مظبوط، سكر مظبوط على انسولين، يبقى لو عملنا تحويل المسار فهي اول درجه من درجات النجاح ان شاء الله اللي متاكدين منها باذن الله، ان انت تقلب اقراص، والدرجه الاعلى في النجاح انه يختفي. لو حضرتك عندك سكر وبتاخد انسولين والسكر في السماء، اللي هو في ناس مثلا كانت في العياده بتيجي بتاخد تقريبا اكتر من 250 ل 300 وحده انسولين في اليوم والسكر هاي 300، ميكسد بقى على بعض ما بين ميكسترد اللي هو الانسولين الخليط او الانسولين المائي، فالتوتال كده ممكن يكون بياخد 200 وحده، والانسولين هاي، انسولين هاي على الجهاز يعني هو قاري اكتر من 600. فاول درجه من درجات النجاح ان حضرتك هيبقى عندك سكر بس بتاخد
من 10 ل 15 وحده انسولين. دي اول درجه من نجاح عمليه تحويل المسار. تاني درجه انك السكر يبقى مظبوط وبتاخد اقراص. تالت درجه السكر يبقى مظبوط من غير ادويه اللي هي الشفاء الكامل. فهي لازم المريض يقيم في الاول انت موقعك فين في الخريطه، على اساسه ابدا اديك توقعاتي في نتيجه عمليه تحويل المسار. عايز اروح لسؤال منطقه تانية جنب السكر، الانجاب والضعف الجنسي. وانا جاي لسه في مريضه كانت بعتالي، احنا دايما في اول متابعه بعد شهر من العمليه بعد كده بنتابع لمده 12 شهر اللي هي الفتره اللي بنوصل فيها لاقصى كميه نزول، وبندي فيهم التعليمات اللي كيفيه التعامل مع العمليه على مدار 12 شهر. فمن الحاجات الروتينيه اللي احنا بنقولها للعيانين ان لازم تستخدم وسيله لمنع الحمل. فانا قابلت في حياتي تقريبا 7 أو 8 حالات اللي هم لا نفس السيناريو بالظبط، بيبقى الزوج والزوجه قاعدين، احنا بقالنا 12 سنه وعندنا محمد او سلمى او هدى وما خلفناش من ساعتها، فاحنا ما بنستخدمش وسيله وجبناه عن طريق الاي في اف او جبناه من يعني طبيعي، وبقالنا 12 او 13 سنه ما بنستخدمش اي وسيله وما فيش حمل. فبقول لهم لا لو سمحتي استخدمي وسيله. هم تقريبا اللي قابلني 7 أو 8 غالبا، يعني منهم السبعه دول في اول 7 أشهر حصل انجاب. وده ليه تفسيرات، ان عمليه تكميم المعده او تحويل المسار الاثنين بينزلوا في الوزن، بس الاثنين ليهم تاثير هرموني. يعني الـ الغريب في تكميم المعده ان في جزء بيتشال. طب احنا عملنا تغيرات هرمونيه، في تغيرات هرمونيه، والجزء بتاع المعده دي الجزء بتاع المعده اللي بيتشال فيه هرمون، وشيل الجزء ده بيعيد تسطيب او بيعمل ريسيتنج للهرمون اللي موجود على مستوى الجسم. والدليل على كده ان الناس في اول 24 ساعه اللي بيبقى عندهم صعوبه في التنفس اللي هو السليب ابنيا سندروم، والناس دي احنا شفنا منها كتير قوي، اللي هو وهو نايم بيحس انه في خنقه فيروح صاحي من النوم نتيجه لزياده الوزن، او بيشخر وبيبقى صوت شخيره عالي جدا نتيجه لزياده الوزن. في اول 24 ساعه من العمليه القصه بتاعه النفس بتختفي وقصه الشخير بتختفي، على الرغم ان في 24 ساعه ما حصلش نزول في الوزن. معنى كده ان العمليات دي ليها تاثير هرموني كبير جدا في علاج الاعراض دي. وبالتالي تكميم المعدة بتزود من فرص الإنجاب، تحويل المسار بتزود من فرص الإنجاب، تكميم المعدة ده ردا على الأسئلة اللي ممكن تبقى موجودة في أذهان ناس كتيرة قوي، خاصة البنات الصغيرة بيبقوا مقلقين إن هم يعملوا تكميم معدة خوفا على إن هم ما يحصلش إنجاب. الكلام ده بالعكس، أنا بقولها هي بتقولي هي تكميم المعدة بتأثر على الخلفة، بقولها بتأثر على الإنجاب، بتقولي معقولة، أقولها بس بتأثر بالإيجاب، إن هي بتزود من نسبة الإنجاب لأنها بتحسن من الهرمونات، بتقلل من الدهون اللي موجودة على المبيض كويس، وبالتالي نسبة الإنجاب بتعلى جدا. أما من ناحية القدرة الجنسية شيء طبيعي جدا، علاوة على التغيرات الهرمونية اللي بتحصل مع الرجالة، النزول في الوزن بيحسن من بيحسن من النفس وبيحسن من الحركه، كل دي حاجات مؤثره في اللياقه البدنيه. من العمليه الجنسيه محتاجه لياقه بدنيه عاليه، وفي تاثير اكبر تاثير الهرمونات. يعني هي زي ما بيحصل اعاده تظبيط لهرمون الانوثه بيحصل اعاده تظبيط لهرمون الذكور، هي العمليه ليها تاثير هرموني اكتر منها على المدى القريب. على المدى البعيد ليها تاثير في نزول الوزن. فتاثيرها على الانجاب ايجابي، وتاثيرها على القوه اللي هي الممارسه الزوجيه العلاقات الزوجيه طبعا ايجابي جدا. السؤال برضو الكلاسيكي اللي بيخوف كتير من الناس، هل ممكن بعد ما يجري عمليه تكميم تحويل يعود الوزن مره اخرى للزياده بعد فتره؟ اللي هو بما يسمى بكلمه مخيفه جدا، العمليه فشلت يا جماعه. تمام.
ايه انت تشرب ميه؟ هو السؤال رخم يعني. هو لو ما كانش في دايما تدريج في العمليات وتطور في الديزاين بتاع العمليه، ده معناها ان مفيش عمليه مثاليه. دايما احنا انا بقول للناس لما تيجي تبدا تسال عن العمليات، ولازم ده يبقى واصل لاذهان الجميع، ان العمليه مش حل سحري لنزول الوزن. بمعنى هي العمليه ليها نوع من انواع التاثير على البيهيفير، على كيفيه التعامل مع الاكل. في ناس بتبقى جعانه جدا وكميه الجوع عندها بشعه، فما بتقدرش تمسك نفسها، وبالتالي ده بيبقى سبب من اسباب ان هي تعمل رجيم. فالتكميم او التحويل بيقللوا من نسبه الجوع، فاحنا بنساعدك. بس في حاجات تانية انت بتساعدنا فيها، اللي هي تنظيم طبيعه الاكل وطبيعه الحياه. العمليات بتعمل اللي الرجيم بيفشل انه يعمله. بمعنى انا بعمل رجيم عشان انزل في الوزن. طيب بس سبب فشل الرجيم اني انا ببقى بزهق، رغبه الجوع بتبقى قويه، فببدا امل، فببدا ارجع تاني اكل، وبرجع اكل تاني بقوه. العمليه بتجبرني ان انا اولا نسبه الجوع بتقل جدا، ثانيا حتى لو كلت كميه الاكل اللي انا باكلها سواء كان في التكميم او التحويل قليله. اكيد انا ريستريكتيف، انت قلت ريستريكتيف، والاثنين ريستريكتيف، ولازم نبقى بس واقعيين. تحويل المسار بلا ابزوربتيف، يعني ما ادي الى نقص الى حين. في التكميم احنا ريستريكتيف، بنقلل من كميه الاكل، بننقص وبنقلل كمان من رغبه الجوع. كويس. بس مهم قوي في العمليه فهم العمليه. احنا معدتنا حولناها الانبوبه. احنا امتى بنبقى حاسين بالجوع؟ لما المعده تبقى فاضيه. وامتى نشبع؟ لما المعده تبقى مليانه. السؤال ده بديهي جدا. بعد العمليه والعمليه المعده بقت انبوبه، انا هدفي كطبيب اقول للناس اللي عملت عمليه ان لازم معدتك على مدار اليوم تبقى مليانه. طب على مدار اليوم تبقى مليانه ازاي؟ على مدار اليوم مليانه بسوائل. السوائل دي لو كالوري، قليل السعرات الحراريه. وفي خلال السوائل كلها من الصبح لغايه بالليل، السوائل دي ماليه المعده، وبالتالي انا حاسس بالشبع، فانا قاتل احساس الجوع اللي عندي. بس انا عايز اكل. عايز اكل ليه؟ عايز اكل عشان اخد فيتامينات، وعايز اكل عشان ارضي المورا اللي عندي، ارضي رغبتي في الاكل ان فيها جزء من اجزاء المتعه. ففي خلال السوائل دي على مدار اليوم انا بقول له ان انت تزرع. وكلمة تزرع هي أفضل كلمة ممكن تتقال للوجبات. تزرع ثلاث مرات للأكل، فطار وغدا وعشاء. قبل الأكل بنص ساعة، وأثناء الأكل وبعد الأكل بنص ساعة بنوقف سوائل. طب ليه؟ مش عشان يختلط الأكل بالسوائل، لا، عشان أسيب المعدة فاضية، عشان أقعد على الوجبة وأكل وجبتي. تنورتنا وشرفتنا. يعني كالعادة مبدع، وكالعادة في نقاط محددة وواضحة، شرحت كل شيء، لكن يبقى المريض هو الأكثر قدرة. خلينا أقول لضيفي العزيز الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، واحد من طبعا نجوم جراحات السمنة المبدعين والأكاديميين الرائعين في هذا العالم اللي أنا بعتقد أنه عالم التحرير أو الحرية. خليكم دايما من الناس الحلوة. العين كمبيوتر، وناس كتير دلوقتي بقى في وصلة ما بين عينيها ولسانها، يعني اول ما بيشوفوا حاجه غلط بيروحوا قايلين عليها على طول. طب لما حضرتك درست الكلام ده في سنه اولى اسنان، تمام، ونجحت فيه، لما كبرت وبقيت راجل خبير وتقول انا خبير تجميل، نسيت يعني سنه اولى؟ ما هو النيتشر اللي هو النيتشر اللي هو الطبيعه الانسانيه بتاعتنا في الشكل، فاي ديفيشن او خروج عنها هتبقى ملاحظ، والناس هتقعد تتريق عليك. خلي بقى سعادتك رايح تجيب ماده تحطها جوه بقك ما تعرفش مصدرها ايه ولا نوع الماده ايه، وتقول لي انا رايح ابيض. لا، اي اجراء لازم تعمله عند دكتور اسنان ثقه، مش دكتور اسنان كمان عادي. لو حضرتك تخيل كائن واحد بني ادم جه عينيه تحت مناخيره، بني ادم طبيعي ده.